عقدت رئيسة بلدية نابلس معتوق ندوة صحفية وضحت من خلالها للرأي العام عدة نقائص تخص الوضع العام بالمنطقة والمشاريع البلدية المستقبلية، هذا بالإضافة إلى موقف المجلس البلدي من الاتهامات التي واجهتها النائبة بمجلس نواب الشعب إيمان بالطيب إلى المجلس البلدي والإدارة. هذا وقد أكدت رئيسة البلدية في هذه الندوة بأنها ستتوجه للقضاء، كما قال المستشار البلدي في تصريحه لقناة الجنوبية بأنه سيتوجه للقضاء أيضا لمقاضاة نفس النائبة لاتهاماتها له بالفساد. عمل صحفي لفوز بن إبراهيم التصوير لمهر دخفوس. بسمة معتوق رئيس بلدية نابل، معناها توضيحات فيما يخص المواضيع اللي طرقت لهم السيدة النائبة والاتهامات اللي طرقت لهم السيدة النائبة في عديد من المناسبات السابقة، وتوجيهها بمراسلات إلى السيد كل من سيد رئيس مجلس النواب الشعب، كذلك رئيس الحكومة، كذلك وزير الداخل سيد وزير الداخلية، وكذلك إذا سيد وزير الشؤون المحلية والبيئة. هذا حبينا اليوم نوضحه للرأي العام، وهذا عنا مش من فراغ، هذا من حتى من عنا وثائقنا اللي هي المواضيع هذم طرقت لهم، وحبينا ننوروا المواطنين شنو عمل المجلس البلدي. كذلك احنا العمل المجلس البلدي نخدمه في اطار معناها المسار اللامركزيه والسلطه المحليه، وفما ركيزه من ركائز السلطه المحليه هي الشفافيه وحق النفاذ للمعلومه، وهذا ما يسعى المجلس البلدي للعمل بمقتضاه ولتنوير الراي العام وتنوير المواطنين. الموضوع متاع الفريق المراقبة اللي هي جبدت عليه السيدة النائبة، وليتأكد كونها الفريق المراقبة تم توجيهه معناها على إثر تصريحاتها وعلى إثر معناها مراسلاتها للسيد وزير الداخلية وزير الشؤون المحلية. أنا نقول لكم كونه معناها الفريق المراقبة ذايا تم برمجته منذ معناها من كان السيد الوزير السابق السيد لطفي زيتون، والمراسلات إلى وزير الوظيفة العمومية، وتم إرسال إلى بلدية نابل مكتوب فيه أذن بمأمورية بتاريخ 13 أكتوبر 2020 اللي هي دل فيه شكون الفريق اللي باش يقوم بعملية التفقد هذه، وكذلك شنو المحاور اللي باش يتم معناها درسهم في التفقدية باش نقوموا بالقضايا اللازمة في حق كل من معناها ادعى على باطلا على ولا افترى باطلا على حقائق اللي هي مغلوطة. هذا من حقه كل انسان اللي يشوف روحه ولا المجلس ولا الاداره البلديه، خاطر تمست او معناها الاداره البلديه من حقها باش تقاضي السيده النائبه، مع كل احتراماتنا للعمل الرقابي لكافه النواب، وندعوها مره اخرى للالتفاف بالمجلس البلدي ولا ببلديه نابل لحل مشاكلها العالقه مع العديد من الوزارات، وهذا باش يكون عنده معناها عمل اضافي كيما على غرار اللي يقوموا به بعض النواب ومشكورين، سواء في الميزانيات اللي سبقت اللي هي وقعت معناها مناقشتها، ولا حتى في العديد من المجالات اللي السادة النواب الحقيقة كانوا موجودين وكانوا مساندين البلدية في عديد المشاكل. نبيل خنين مستشار بلدي رئيس دائرة سيدي عمر. وفي الحقيقة نستغرب اتهامات اللي قدمتهم السيدة النائبة في مراسلة ولا في شكاية إلى السيد وزير البيئة والشؤون المحلية، اللي تتهم فينا في إسناد رخصة لشخص معناها بدون ليس له رخص بناء، وتبين بعد ذلك أنه متحصل على رخص بناء ومتحصل على كل الملف متاعه كامل الشروط. كذلك فما ملف ثاني أنه على أساس أنه واقع إصدار رخصة ماء وكهرباء إلى مواطن معناها تابع لمنطقة الحمامات، وبعد التثبت تبين أن هذا مسكن يتبع لبلدية نابل، وأخيرا واقع إصدار حتى حكم استعجالي من المحكمة الجزائية بنابل يقضي بإسناد هذه التراخيص للمواطن ذا. أنا استغرب حقيقة أنه السيدة النائبة تكتب المكاتب بتاعها تقول تبادر إلى مسامعنا. هل يعقل أنه مسؤول معناه يشوه مستشار بلدي ومستشارين بلديين معناتها بدون ملفات وبدون معناها من ثبته؟ احنا بأبوابنا مفتوحة، ونطلب من النائبة أنها تتصل معناها بالبلدية في كل ما يجي اتهام أو شبهات، كما قالت هي شبهات فساد، فأنا موجودين لتوضيح كل هذه الملفات وبدون التشهير بالمستشارين،
خاصة أنه مازال ما موقعش البحث في هذه المواضيع. فسيد النائبة تهبط على صفحات التواصل الاجتماعي المراسلات ذوما والاتهامات الزائفة الباطلة معناها في شخصي أنا أو في شخص بعض المستشارين البلديين، وبالتشاور مع كافة الأخيان فأني سأقاضي السيدة النائبة على هذه الاتهامات الباطلة والتشويه اللي حصل لي معناها من طرفها، اللي خلى العديد من الناس معناها يوصفوني بأوصاف ماهيش باهية وتخل معناتها بالأخلاق. فأني من جراء ذلك سأرفع قضية في الموضوع وأطلب من السيدة النائبة أنها تتخلى عن الحصانة.